السلطات المغربية تفتح معبر سبتة المحتلة الخميس المقبل. قالت مصادر رسمية مغربية إن استئناف الحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم بالمعبر سالف الذكر سيكون بالتدريج، سينطلق في حدود 3 من صباح يوم الخميس. نذكر أن المغرب قرر في دجنبر من العام 2019 غلق معبر باب سبتة المحتلة أمام ممتهني التهريب المعيشي. هذا الأمر خلق أزمة اقتصادية وسط التجار المحليين في منطقة الشمال. زاد من حدة هذه الأزمة قرار إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا، والأزمة أيضا الدبلوماسية بين البلدين. أعلنت أيضا وزارة النقل واللوجستيك الاثنين أنه في إطار إعادة فتح الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا أنه ستستأنف خدمات نقل الركاب بين مينائي طنجة المتوسط وطنجة المدينة، وأيضا مينائي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا، وهذا ابتداء من اليوم الثلاثاء. في نفس السياق تقرر فتح حدود مليليا المحتلة في معبر بني نصار للسيارات وفي معبر فرخانة للموشات. فرغم عدم تحديد موعد لإعادة تنشيط المعابر البرية بين إقليم الناظور ومليليا المحتلة، فإن سلطات هذه الأخيرة بدأت بالفعل التحضير لفتحها المرتقب. أيضا وضعت القيادة العليا لفيلق الشرطة الوطنية في مليليا المحتلة وضعت بعض القواعد الأولية لتشغيل الحدود بمجرد فتحها مرة أخرى. وفق ما كشفت عنه صحيفة الفارو دي مليليا المحلية، قررت السلطات الأمنية بالمدينة تخصيص معبر بن نصار للسيارات ومختلف المركبات الأخرى ومعبر فرخانة للراجلين. يعد هذا الإجراء وفق نفس المصدر أي الصحيفة في مليليا، يعد هذا الإجراء أوليا وتجريبيا لتحديد فاعليته في تنظيم عبور الأشخاص والبضائع دون وقوع حوادث الاكتضاض مثل ما وقع في السنوات الماضية. وكشفت الصحيفة ذاتها أن الحدود الذكية التي كان يجري التجهيز للعمل بها عند عودة النشاط إلى المعابر الحدودية لا يزال معلقا دون توضيح أسباب ذلك. ويتيح هذا الجيل الجديد من الحدود الذكية اكتشاف الأشخاص الممنوعين من الدخول لجميع الأسباب، أهمها طبعا الأمنية، وذلك عبر تقنية التعرف على الوجوه. وأشارت أيضا صحيفة الفارو دي مليليا إلى أن تحديث الحدود مع المغرب كان مطلب العديد من الأحزاب السياسية داخل المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، أهمها هو حزب فوكس اليميني المتطرف. سبق أيضا أن دعا حزب الشعب في مدينة مليليا المحتلة إلى إلغاء ما وصفه بالاستثناء الذي يتمتع به إقليم الناظور، بحيث يمكن لقاطنيه دخول المدينة المحتلة عبر جواز السفر فقط، مشددا على ضرورة إلحاق المدينة بمنطقة شنغن لفرض التأشيرة على الراغبين بدخولها. في السياق ذاته تطالب أيضا شرطة مليليا بتعزيز فيلقها بحوالي 50 إلى 100 عنصر لحراسة الحدود وتأمين عمليات العبور، إلى جانب أيضا توظيف عناصر خاصة بهذه المهمة وإدراجها في فهرسة الوظائف بالمدينة. كان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية
أعلن عقب لقائه بالملك محمد السادس بالرباط العاصمة عن إعادة الفتح التدريجي لمعبري سبتة ومليليا من أجل ضمان التدفق المنتظم للأشخاص وفقا للمتطلبات الصحية اللازمة بالموازاة مع تداول البضائع عبر المراكز الجمركية.